يا اخي جمعتنا انه بدك تحكي معنا كلمتين مهمين. خير عن شو؟ عن شو لك اخي؟ يعني بدي احكي عن وضعنا، عن وضع عيشتنا. كل مين بهالبيت شايف وعارف شغل العراضة مو مثل الاول، دوبه شايلنا. الفرق كترت كتير بالبلد وما عدنا لحالنا بالسوق مثل ايام زمان، والقرشين اللي كنا مصمدينه صرفناهم. ايه كمان خود من التل والله بيختل. لهيك قلبت براسي وحسبت منيح ولقيت اذا بدنا نكبر ونربي ونعلم وهالبيت يضل مفتوح ومعزوز مثل ما كان على دور ابي الله يرحمه ترابه، الله يرحمه. لازم نرجع نفتح الملحمه. شو هالحكي يا اخي؟ يعني بدك ترجعنا على بهذا المحل مهرهر؟ بشير، هذا المحل مهرهر كلياتنا ربينا وكبرنا من خيره، على اساس صح لنا نشتغل بالذهب ونحن مو رضيانين. ما على راسي اخي واسف انا يعني، بس هذا المحل بده مال قارون ليقوم. لسه عندك ترميم المحل وبدك راس مال حق الحلال؟ وحياتكم حسبتها بالورقه والقلم. وينها؟ بورجيكم اياها. شغلتنا كلها على بعضها بالكثير 70 مليون. يا حبيبي اخي نحن ما معنا منهم يا دوب مليونين لهدول. شو علي؟ بنبلش من عندي. راشي وهي مني يا ابو فاروق. سلم ايديكم بنات اصل والله. هذا العشم. شو معلم بشير؟ شفت شلون بتنجمع المصاري؟ وامي الله يرحمها تاركه معي وانصه، راح حطها فوق تسندنا. بس من اليوم ورايح في ترتيب جديد. كلياتنا بدنا نشد الفرامات. وهي سكر وهي مرت اخي. بيستلموا مصروف البيت وكله على القد. وكل قرش منطلعه من شغل العراضة منحطه فوق راس مال المحل هالفترة بس لحتى تمشي أمورنا وترجع تتيسر معنا. اتكل على الله ونعمل اتكال. لا تؤاخذوني أنا تعبان وقلبي تعبان من النعاس. رائد عاوزك. بعد الشاي.